الله يجزاك خير ويكتب أجرك يا حبيبنا. القرآن سعادة يا شيخ، القرآن أنس، القرآن راحة سكينة، يفعل في القلب ما لا يفعله كلام الشعراء ولا الأدباء ولا أي كلام منمق يا شيخ. بما أننا يا شيخ القرآن حرك فينا الشيء البسيط، مو الشيء البسيط ولا الكثير يا شيخ، لكن شيخ علمني معنى السعادة. الله أكبر، معنى السعادة أيها الفضلاء، أيها المحترمون، أيها المشاهدون، أن تكون مع الله عز وجل. تريد يا فلان من الناس وأنتم وأنا، تريد أن تكون سعيدا، أن تكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الله لما قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله إيش؟ تطمئن القلوب. الإنسان لما يكون مع الله يكون سعيدا. الله لما قال، تأمل معي أيها الفاضل أيها الحاضر وأنت أيها المتحدث وأنت أيها المقدم وأنتم أيها المشاهدون، سواء كان رجالا أو نساء، كم إنسان يقول أنا مهموم، أنا ضائق صدري، وهذا قليل الحمد لله، لكن نقول السبب أنه قد يكون بعض الناس وهم قلة، ونأخذ حسن الظن بهؤلاء أن بعيد عن الله. لما قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تريد أن تكون سعيد، أن تكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وكم إنسان لما تعلق قلبه بالله عز وجل في السر والعلانية وجد اللذة، وجد الراحة، وجد الطمأنينة، والعكس كذلك إيش؟ صحيح. كم إنسان يقول أنا مهموم، كم إنسان يقول أنا أجلس لوحدي وأكون ضائق صدري، ولما أكون أمام الناس أضحك، والضحكة هذه ليست من قلبي. لماذا؟ تجد أن هذا الإنسان هم قلة بعيد عن الله، بعيد عن الله. لكن الإنسان لما يكون قريب إلى الله عز وجل يجد الراحة. الذي سؤال يطرح نفسه، من يشاهدني مستقبلا، من يسمع هذا الكلام، أنتم، أنا قبلكم، تريد أن تكون سعيدا، تريد أن تجد السعادة، كن مع رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا جعلت الله عز وجل كما درسنا وعرفنا تعريف الإحسان، ما هو؟ هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما تذكر قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله سبحانه وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذ الإنسان عظم الله ولم يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، واجتهد في العبادة، ونعلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم اجتهد وأقبل على الله، يكون سعيد لما يكون سعيد. يكون سعيد لماذا؟ لأن الذي يقذف السعادة من؟ أسمعوني أنتم أيها الحاضرون، من؟ الله. الله من يشاهدني مستقبلا أيها الفاضل أيها المحترم، أنت أيها الرجل، أنت أيتها الأخت، أنت أيتها الأم، أنت أيها الأب، أنت أيها الجد، الجميع، أنا قبلكم. تريد أن تكون سعيد، كن مع الله عز وجل. الذي يكون مع الله عز وجل يكون سعيدا حتى لو كان إيش؟ فقيرا. بعض الناس يعتقد أن السعادة لابد أن تكون غني، صح، وبعد قليل سنة من أسباب السعادة أن تكون غني، لكنه ليس الأصل. الأصل ما هو؟ أن تكون مع من؟ مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله ينفع بك.